كما أكد رئيس السيسي أن مصر الحرة تستحق منا كل فداء وتفان وتضحية. وقال الرئيس السيسي إن هذا اليوم المشهود يتم فيه تكريم ليس الشهداء فقط، ولكن عطاء الصامدين الذين يحملون مسؤولية هذا الوطن. أن مصر الحرة الكريمة تستحق منا كل فداء وتفان وتضحية. ويمثل الاحتفال بيوم الشهيد في كل عام مناسبة متجددة لتكريم أبناء مصر المخلصين الذين ضحوا من أجل هذا الوطن الخالد ليستمر نابضا بالحياة مثمرا بالخير والسلام والنماء. ولنتذكر معا تلك التضحيات التي قد لا يشعر بحجمها الهائل إلا من قدم لمصر شهيدا أو مصابا روى بدمه تراب هذا الوطن. إن هذا اليوم المشهود هو يوم نكرم فيه ليس فقط أرواح من استشهدوا من أبطالنا الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل أو أي مواطن يؤدي دوره بتفان وإخلاص على اتساع الوطن، وإنما نكرم فيه أيضا عطاء الصامدين الذين يحملون مسؤولية هذا الوطن ويصلون الليل بالنهار ليحيا شعب مصر العظيم في سلام وأمان واستقرار.